سيداتي سادتي، النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا باسم الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الواحد الأحد آمين. إحدى الأخوات انتقدت الأديان بشكل عام حتى المسيحية بقولها أنها تحتقر المرأة، أنها أستشهد بالأخت تشنع بالمرأة. لنفتحن العهد القديم سفر التكوين واقرأ المكتوب، اقرأ الرسالة من عنوانها، اقرأ المكتوب من عنوانها. قال الله لنخلقن الإنسان على صورتنا كمثالنا ونخلقن له عونا إزاءه، أي أن المرأة عون للرجل شبيه به، لا هي متفوقة عليه ولا هو متفوق عليها. في سفر التكوين رمز الضلع، أو كما يقول القديس أوسطينوس إن للمرأة، أو كما نقول في العربية للمرأة ضلع في كيان الرجل وللرجل ضلع في كيان المرأة. يكتب القديس أوسطينوس أخذ الله المرأة ضلعا من الرجل، لم يأخذها من رأسه لئلا تستكبر عليه، ولا أخذها من قدمه لئلا يستكبر هو عليها، بل أخذها ضلعا لتكون قريبة من قلبه. وماذا يستنتج الكتاب المقدس بإلهام من الله وحي منه تعالى؟ هذه دم من دمي وعظم من عظامي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، إيشا من إيش. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ولم يقل يلتصق بنسائه. إذن منذ البدء كما قال السيد المسيح له المجد خلقهما الله ذكرا وأنثى، وهذا ما يعيده السيد المسيح وقرأناه ونقرأه خصوصا في الأكاليل من إنجيل القديس متى ومرقس. فلا يكون الاثنان، مش الثلاثة ولا الأربعة ولا الخمسة، رجل واحد وامرأة واحدة، فلا يكون الاثنان اثنين بعد، بل جسدا واحدا أي كيانا واحدا. وما جمعه الله لا يفرقنه الإنسان. إذن شريعة الزوجة الواحدة ثبتها سيدنا يسوع المسيح، ولكنها واردة في الأساس منذ البدء في سفر التكوين. وأما تطليق الرجال بسهولة لنسائهم في اليهودية مثلا، فهو كما يقول السيد له المجد من أجل قساوة قلوبكم رخص لكم موسى بتطليق نسائكم. متى تبدأ المساواة بين الرجل والمرأة؟ المساواة في الحقوق والواجبات. طبعا لا توجد مساواة في الوظائف، الرجل لا يستطيع أن يحمل ولا أن يلد إلا بعض الشواذ ويعدون على أصابع يد واحد. عندنا المساواة تبدأ بالميلاد، ولكن هذه المساواة تتكلل أو تتكلل يعني تصل إلى مرتبة أسمى بالمعمودية، حيث لا يوجد تمييز ولا نعرى ضد البنت، ضد الطفلة، كما كتب مار بولس في رسالته إلى الغلاطية فصل 3 آية 27 وتابع: أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح قد لبستم، فلم يعد هناك فرق بين ذكر وأنثى، يهودي ويوناني، عبد وحر، إذ كلكم في المسيح واحد. إذن الختان شئنا أم أبينا كان عنصر عنصرية وعنصر تمييز ما
بين الرجل والمرأة. في اليهودية الرجل الطفل الصغير كان يدخل العهد مع الله عن طريق الختان، أما الأنثى فلا تدخل هذا العهد إذ لا ختان للأنثى. هذا في اليهودية، ولا أتكلم عن غير اليهودية هنا. يتكلل أو تتكلل هذه المساواة في شريعة الزوجة الواحدة التي أكدها يسوع كما أسلفنا، وخصوصا في إنجيل متى فصل 5 وفصل 19 والأماكن الموازية. نصطدم والآن نرد على الأخت ببعض اعتراضات. أولها أن مار بولس يقول في رسالته إلى آل أفسس فصل 5 آية 22 وتابع، يقول لتخضع النساء لأزواجهن، لا يجوز أن نسلخ الآية عن السياق. لنقرأن معا الآية السابقة لها، يعني أفسس 5:21، اخضعوا بعضكم لبعض بتقوى المسيح. فالنساء لتخضعن لأزواجهن، يعني أنه يعطي النساء كمثال، ولا مانع أيضا من خضوع الرجل لزوجته بتقوى المسيح، لأنه الآية الأساسية اخضعوا بعضكم لبعض بتقوى المسيح. في الفصل السابق فصل 4 آية 25 أعتقد يقول مار بولس إنكم أعضاء بعضكم لبعض، يعني الرجل يخضع للمرأة، المرأة تخضع للرجل، ولكن رسميا مطلوب رأس للأسرة. رأس للأسرة المعترف به في العالم القديم كان الرجل، ما عدا يمكن في مصر الفرعونية، وفي العالم الحديث أيضا الرجل هو رأس الأسرة، ولكن طبعا الرجل هو الرأس ويقال المرأة هي العنق، وعادة العنق هو اللي بحرك الرأس. ولكن لا نريد أن نقول شيئا ليس واردا في الكتاب المقدس. إذا نعود إلى أفسس، أفسس 4:25 أنتم أعضاء بعضكم لبعض، أفسس 5:21 اخضعوا بعضكم لبعض بتقوى المسيح. في الرسالة إلى أهل غلاطية ماذا يقول؟ يقول بالمحبة صيروا عبيدا بعضكم لبعض، يعني عبودية المحبة وليس محبة العبودية. يعني عندما هنالك يوجد حب، عندما توجد محبة حقيقية، يخضع الطرف للطرف الآخر ويغير رأيه حتى يبقى السلام والوئام والود. ما يطلبه إذن مار بولس، ما يطلبه من المرأة حتى نهاية الفصل، هما شيئان لنقولن خارجيان ليسا عميقين: الخضوع على الأقل رسميا أمام الناس لرأس الأسرة الرسمي الاجتماعي، ثم الاحترام لتوقرن المرأة زوجها. الآن ماذا يطلب مار بولس من الرجل؟ ما يطلبه من الرجل هو أعمق بكثير وأصعب بكثير. فليحبب كل منكم امرأته حبه لنفسه. مار بولس لم يأمر أو لم يطلب من المرأة أن تحب زوجها، لأنه يمكن بيعرف أنه مستحيل أن تأمر المرأة بالحب عندما تبغض، مستحيل أن تشعل قلب المرأة وهو ثلاجة. أما الرجل فممكن أكثر أن تخاطب عقله، فبالعقل وبالإرادة الرجل يضغط على نفسه لكي يحب من يكره، ولكي يقبل من يرفض،
لأنه أقل عاطفية من المرأة. طبعا بشكل عام توجد دائما سواد. إذن فليحبب كل منكم امرأته، ولم يقل نساءه، حبه لنفسه. أحب أيها الرجال أحبوا نساءكم. وهنا نأتي إلى أصعب شيء، كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها. مش ضحي بالمرأة عشان نزواتك، طلقها وجوز واحدة ثانية، أو حتى وهي على ذمتك أن تخونها بذريعة أنك رجل. المرأة لم يطلب منها مار بولس، والحق يقال قد ما بقولوا أنه عدو المرأة، مار بولس لم يطلب من المرأة أن تبذل حياتها في سبيل زوجها. المرأة عند اللزوم تبذل حياتها في سبيل أولادها، مش في سبيل زوجها، إلا إذا أحبته حبا جنونيا، يعني هي مستعدة ومش مستعدة. مار بولس لا يطلب منها هذا الشيء الصعب، يطلبه ممن؟ من الرجال. أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه من أجلها. إذن ماذا نرى؟ من المرأة ما مطلوب، طبعا شريعة الزوجة الواحدة دائما، وهي التي تحافظ على كرامة المرأة وشعورها، وهي التي تحافظ على كرامة الرجل وشعوره عندما يحب فعلا. ماذا نجد؟ مطلوب من المرأة خضوع واحترام، ومطلوب من الرجل أن يحب امرأته، حبه لنفسه أن يحب امرأته أكثر من حبه لنفسه، أن يحب امرأته مثل حب المسيح للكنيسة، لدرجة التضحية بحياته في سبيل زوجته، طبعا ولم يقل نسائه. تبقى علينا تفاصيل أخرى إن شاء الله نعود إليها في عرض قادم، وشكرا لكم.